تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن أبكم خلال محاولته المقارنة بين زمن البشير وحمدوك. لنتابع سويا هذا المقطع الطريف. اي ليه شوف شنو دي تمام اي ها سمع كود كان زمان كان ها اوكي الله هاي دل دل هاي ها قروش مليانة في باب هاي. ماذا قال البشير قبل سقوط نظام حكمه عن حال البلاد في المستقبل؟ وماذا قال الإعلام والبرهان وحميدتي في الحاضر؟ دعونا نتابع هذا الفيديو المتداول. أي دولة دهرة تطلع من المشاكل لا تبدأ بمصالحات، ما بتعيش بمقاطعات، ما بتعيش بمخاصمات. شايف؟ أي خصام فيما بين الناس، خليكم أكون واضح معاكم، أنا أكثر زول اتضررت من المؤتمر الوطني، ما في زول بقدر بزايد عليه خالص في الحتة دي. حتى المؤتمر الوطني الناس بيقولوا ده إذا ما صالحت معه لأنه جزء من السودان. في مثل إنجليزي بيقول لك أنت إذا قدر إنك بقيت واحد من سكان الغابة اتعايش مع المرفعين، وإلا ما تكون جزء من سكان الغابة، وإلا ما داير تعيش في الغابة هناك. كان داير تعيش وقدر إنك بقيت سكان الغابة تتعايش مع المرفعين. أنت يو هاف تو ليف وبرضو تو بي توليرانس مع الناس الأصلا موجودين معك. ما في زول منعك إنك تقبض المجرم، ما في زول منعك تقبض الحرامي، ما في حد منع لحد انه يحاسب الانسان الاجرم. والقضاء موجود والنيابه الموجوده، المشكله وين؟ لكن لما بنقول المصالحه نقصد مصالحه الوطنيه كبيره سودانيه سودانيه. ناس الشرق ما بعرفوا دارفور، ناس دارفور ما بعرفوا الشماليه، ناس الشماليه ما بعرفوا الجنوب، والجنوب ده مشى ليه ذات؟ جنوب مشى لانه ما حصلت مصالحه وطنيه. فنحن بنقصد بالمصالحة الوطنية بما في ذلك مؤتمر وطني. إيه رأيك؟ بما في ذلك مؤتمر وطني، لأنه المشاكسة الحسة الموجودة دي إذا ما شيلناها ما بنقدر نمشي، ولا فترة الانتقالية ما بنقدر نتعايش معها. بما في ذلك مؤتمر وطني، بما في ذلك جزء من المواطنين السودانيين المجرمين دلق بضم، أفتحوا السجون، ودوا أفتحوا المحاكم، أفتحوا النيابات، أي مجرم سوقهم للمحاكمات براسدة، سوقهم للمحاكمات، لكن يجب أن نصالح. أما آلاء قاسم ياسر كتبت: كلام جميل، ورد ماهر يوسف: كلامك حقيقة. وعلق عادل أودو: كلامك عين العقل. أما خالد عثمان والدرويجل قال: والله صدق، وأكد أن هذا الرجل اقتنع تماما، الحرب ليست حل مهما كانت قوتهم. أصبحوا قبائل السودان وقود للدول ودول العالم، يتاجروا في أبناء الوطن وإشعال الفتنة بين الفرقاء لمصالح دولية إقليمية، وكل الدول مستفيدة من حروب أهلية في نهب موارد السودان. نسأل الله أن يولى من يصلح ويوحد كلمتهم ويصلح بينهم. وكتب عثمان مكي: كلامك كلام عقل رزين، فعلا ده الصح، لازم تتفقوا وتصلوا لحل بطريقة ودية من أجل السودان. ورد داود عبد الكريم: ما يبقى لنا نفس كلام دقلو، لازم يفرض هيبة الدولة، وللليوم لا شفنا دولة ولا هيبة.